لا مكان للصوص والخارجين عن القانون ومثيري الشغب، تلك هي الرسالة التي أراد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون توجيهها إلى المسؤولين عن أحداث الشغب التي هزت البلاد السبت واستمرت 5 أيام وكانت بمثابة صدمة للبريطانيين. رئيس الحكومة كشف في جلسة طارئة أمام مجلس العموم عن التدابير الجديدة التي سيتم اتخاذها من طرف الحكومة لمواجهة الشغب، حيث أعلن عن المزيد من الصلاحيات لرجال الشرطة. مسؤول الشرطة في العاصمة قال لي إنه يفضل عدم توجيه طلب دعم الجيش حتى وإن بقي هو فقط إلى جانب فريقه في الشوارع. هذا القرار صائب وأنا أدعمه، لكن من مسؤولية الحكومة الأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات بما في ذلك المهام التي يمكن للجيش أن يقوم بها وتفسح المجال أمام الشرطة للاهتمام بخط الجبهة. زيادة أعداد رجال الشرطة في المدن البريطانية اعتبرته المعارضة تعهدا من الحكومة بعدم تقليص الوظائف في إطار خطة التقشف الحكومية. بما أن أولوية المواطنين هي التواجد الفعلي والواضح للشرطة، هل نفهم أن رئيس الوزراء يعتبر أنه ليس من العدل الاستمرار في التخطيط لخفض أعداد الشرطة؟ وشهدت لندن وكبرى المدن البريطانية أحدث شغب هي الأعنف في البلاد منذ 30 عاما على خلفية مقتل رجل برصاص الشرطة الأسبوع الماضي، أحداث اعتبرها كاميرون بأنها ذريعة استخدمها انتهازيون في عصابات وبأنها جريمة لها خلفيات.